من جامعة النجاح الوطنية معرض بروي رحلة التهجير الفلسطيني معرض قول يا طير. الحقيقة وثقنا من سنة 2012 للآن وثقنا بحدود 130 رواية شفوية من الناس اللي عايشوا مرحلة التهجير وبتفاصيلها، ماذا حدث، كيف حدث، بأية أدوات حدث. إحنا الحقيقة قلنا إنه بعد ما جمعنا هاي الروايات هل تفضل موجودة بالأرشيف الفلسطيني؟ الأرشيف بحاجة طبعاً لشهادات وتوثيق، والأرشيف الفلسطيني اتدمر وانتهب وسرق منا، ولذلك مهم أن نصنع أرشيفات. أهمية صناعة الأرشيفات ليس أن تبقى في الأرشيف فقط، أنها تطلع للناس. إحنا فتحنا خزائن الذاكرة، فتحنا الأرشيف من خلال مثل هذا المعرض. الحقيقة اشتغل على هذا البحث 17 باحثة ميدانية موزعين في فلسطين كلها، شمال فلسطين، جنوبها، 48، القدس، غزة، زائد الفلسطينيين في الأردن ولبنان ومصر وتشيلي. بعيداً عن جمال المعرض، أنا بدي أسألك عن جمال ثوبك، واضح أنه من المقتنيات القديمة، احكي لنا عنه. الحقيقة مقتنيات خاصة هذا الثوب، لأنه أنا اشتريته من القدس، من شوارع القدس القديمة بالثمانينات، بأوائل الثمانينات، وأنا معتزة فيه لأنه من قرية يبنى، القرية المهجرة، قضاء غزة. المعرض كتير بجنن، والقائمين عليه كتير يعني مهتمين، اللي هم مؤسسة الرواة، وأنا جاي أهتم لأني بهتم بالتراث، بحكي عن فكرة المهجرين، عن المقتنيات، عن الإكسسوارات، فهاي الأفكار لازم يعني ننقلها من جيل لجيل. باحثة شغلي بتركز بشكل خاص عن البحث عن الرواة اللي هم تهجروا وليس هاجروا. طبعاً في فرق بين هجروا وهاجروا. بدنا نوثق للأجيال القادمة إنه الفلسطينيين هجروا ولم يهاجروا طوعاً. هجروا بسبب العصابات الصهيونية اللي أعملت فيهم الذبح والقتل. إحنا بندقق على الناحية السياسية والإنسانية والمعيشية، يعني living history، لما بحكي لك عن التراث والعادات والتقاليد اللي كانت في سائدة في هاي البقعة الجغرافية، عن تضاريسها، عن أهلها، عن جيرانها. بقدر أقول لك قديش أنا سعيدة بهذا الشغل، لأنه عرفنا على أشياء. كتب التاريخ دائماً تنقل وجهة نظر الكاتب أو الوجهة الرسمية للحدث، بس لما أنت تحكي مع الرواة تكتشفي أنه في التاريخ كتير مقصر، في أشياء وثغرات وأشياء صغيرة وأحلام وحوادث كتب التاريخ ما نقلتها.